بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً طبعاً أنا بدي أشكر جمعية باب الجود الممثلة بالدكتور محمد القضاء والدكتور غيث القضاء اللي سمحت لنا الفرصة بأنه نشارك بهذا الدبلوم. هذا الدبلوم أضاف لإلي ولزملائي اللي كلنا من عجلون والقضاء معلومات كثيرة. طبعاً أنا كل الحكي اللي حكوه كنت رح أحكي، بس بما أنهم حكوه رح أحكي إشي إضافي. أنا أكثر إشي استفدته من هذا الدبلوم هو أنه أنا قمت بمشروع، عملت مشروع اللي كان عنوانه طبعاً حكيت عنه قبل هالمرة اللي هو تراثنا كنز مدفون. هذا المشروع مش بس أنا خططت له ولا أنا مشيت على طريقه، أنا هذا المشروع نفذته، وهلأ هو حيطلع يوم الأربعاء على التلفزيون. هذا المشروع والخطوات اللي قمنا فيها والتنظيم، طبعاً كل هذا الإشي يعني أنا قمت فيه عن طريق هذا الدبلوم. لو أنا ما دخلت هون كان أنا ما عرفت طريقة تنفيذ هذا المشروع، كان ما أنا كنت ليدر لهذا المشروع وكان هذا المشروع ما نجح. فأنا بتقدم بالشكر للدكتور محمد بشناق على المعلومات المفيدة اللي قدم لنا إياها بهذا الدبلوم. وطبعاً برجع مرة تانية بشكر جمعية باب الجود اللي دعمتنا وخلتنا نشارك بهذا الدبلوم، وبشكركم جميعاً. وطبعاً كلكم تعرفت عليكم، كلكم استفدت منكم أشياء بتجنن، فبشكركم جميعاً.